أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من استهزأ بالصحابة أو استهزأ بأسماء بعضهم، وهل يعد هذا كفرا؟ الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا الصحابة هم أحق الناس بالاحترام والتوقير وتجنب الكلام فيهم والسب والتنقص لهم، هذا لا يخلو إما من كفر وإما من فسق، إما لأنه كافر ومنافق في قلبه كفر ونفاق وظهر على لسانه، وإما أنه فاسق لا يبالي. نعم.